السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا هي كنا نحكيه في موضوع لازم تقول انت نسي شوية الايمات هذية موضوع العرس انا وتحمدنا مش عرس واش بدل الموضوع يخمم مش عارف وما نيش عارف علي انا ننصحه فيه فما شكون معاه فما شكون ضد انت مش تعرس انت ضد عليه حس برا ما نستغلوش كان حاضر هو يحب العرس ينصور سيتواسيون تاعو ويسمح له يجي خاطر خاطر عنده كونتاكت وكل شيء خاطر فيها مادة وفيها كل شيء مش في عالم يمين وصول انت كان كيد بنت الحليل مع تحاضر مش عايزين بعد في امور مادياتك الدار ولا وزم الدار ولا وزم العرس هذيك سهيل كنت حاضرين لكم المشكلة بيليها ان هي شوق خروج وين بنت الحليل عملة انت عندك الدار والفلوس وين الطفل تخاف تستثمر فلوس يعني وبعدها تاخذ تو شوف لها وجه يا حمد واحد عنده طفل ما عندوش امكانيات والاخر عنده اخويا حسب ما يحكي الامكانيات وما عندوش طفل ايه ما يقول لك كماري كل لا نسبة سامحهم نسبة التلاف اللي صاير ماشي كلها مادياتك خير مرحبا سامحهم سامحهم يا اخي يا اخي واحد مش عارف ما هو يحب على الأولاد ولا إيه؟ على الأولاد على الصغار معناه؟ إيه مخموش بالصغار ليه؟ فمش كون؟ إيه يبقى عمي؟ حتى بالصغار ترى يبدا كبر وفاهمين أيام عبيد عاشت 20 30 40 سنة ما تصيرش مشاكل خاطر يحب الصغار يشوفوا بينا ولا بسكر الصغار يشوفوا بينا كل الولاد ست بيرس على أمور الدار ولا بنعرفوش أمور هنا وش كبر كل واحد كيفاش يفهمون وانا كل واحد كيفاش يشوفها وانت بليش قولك على السمعة والاساس انا ضد ومعاه فهمتني على خاطر الموضوع هذا ماهوش في مخي جملة توا في مخي كونه معناتها واحد يخمم في مستقبله فهمتني حاجات اخرين ما اهم من العرس كامل اللي حكينا فيها اللي كنا قبل ما تجي انت كنا نحكي فيها انا راني من الناس اللي نفد من هيا روح هيا وينك هيا يمشي مع شبكري يا خوت لا هو راهو العرس به كهنا الانسان يتهنى يتنحى برشا حاجات سورتو الحلال تو تضر برشا حاجات ما تعرف دي شيء تضر فاهم علي يعني كي واحد يبازي روحه ويلقى بنية الحلال زاد ما فيها بس وسيد سامح على مصروف العائله مصروف العائله ساعات واحد يحيف دخان ونقاط ولا الشباب شطر بطال لا انت بنت الحلال عيط لسامريسا سيرفير ايش سامريسا باك بلوسكات السيد هذا نحكي لك عليه اكثر واحد مثقف فينا والله باك بلوسكات ايش بالله يا اخوي ايش هذا مش لازم يخاف في العرس يا باشا اللي عدى عمره كامل يكره ما تلهاش باش يعمل صنعة عرفت شنو يلقى روح مثال بلا صنعة زاد بلاش خدمة في الدومين نتاعو يلقى روح باش يعرس المخرج يلقى روح ماهوش مش يعرف مش يبني دار يزيدوا يفشلوك فما مثل يقولوا فيه يا ميري مش يفشلوك بيه مع السخامة في العرض جمع يقول لك ما فماش شجرة مهبش عليها ريح هي هو ده يفشل عندي سهل هو اللي قال هي بازا ركبوتها في مهام الريح بازا هو عملها هو شيء تعمل تبقى بعد يزرع نزرك عثنية يا أخوي غالية يا أخوي يقول كنت ايه انا من ذا بين عرس اليوم قبل الغدوة صح يعني جيت فيها الناس كلهم انت تعرف وكلها تعرف وكلها من تعرف انا من ذا بين عرس اليوم قبل الغدوة كيفاش؟ انا كان جيت عندي امكانية ترى اليوم عرس لو جاوي دي عليك شو امكانية؟ امكانية دي كامل فيني دارك التزمات الدار ومصروف وكل شيء ما هيش حاجة سيئة كيفاش استات الطفلة؟ شنو هي؟ تستات لا ما عاد كيفاش باش تشوفوا كيفاش تتعرف على الطفلة ولا حاجه لا يكون هيك موجودين انت بالمودريتي انت انا عندي فما فيسبوك متفتح ويعرف يحكي مع البنات شوف الكونتر واحد يعرف فيسبوك لا واحد شوف الكونتر خاطر باش تحكي مع مية هي ما تسقوها انا تامر حسني معناها تركز معايا ايوه ما فيسبوك في تويت انا خير في تويت ولا رياليتي انا قبلها في كي استوديو هز الساشيات وسوى ليش في فيسبوك ودبيس وبعدها ناس كل جابتها سي باه
وتعرف على الانترنت كيفاش شو تعرف تكتب شيء تعرف فسدت ما وين قاعد تدردش او كل شيء معناتها فهمتني شو كيفاش انا ما تدخل ذاك اللي يطيبوا بالزواج انا بدا قصيد مثلا ولده رجل بس تدخل علاش واحد ما نجمش كيف في خطف اللي ما عرفهاش كيفاش اللي تعرف اللي تعرفوش حاجه اللي تعرفوا اللي ما تعرفوش دي حاجه ثاني حاجه زاد برشا مشاكل تصير حتى من اقرب الناس فهمتني ولهم هنا فما حاجات لهم زاد حتى راح قال لك لو تدخل الدار تبقى لهم تحكي والبو ساكت حل الباب وخش ساعات يبدا البو على مراد الله ماذا بيك خليها لهم تحكي بس ولي عندي زاد بعد على مراد الله من عقلك موجوده يعني ماهوش ماهوش روبير بالنسبه لي شوف كارس مساكن هذا متوفر الامور يشتري يبعد عن الشيء يبعد كل شيء عارفه تبدا بتبيع خدمه وكل شيء جو به دار ويعرف كيف خاطر قاري حساب مش كان هو باش يعرس ويتمتع احلام وكل شيء باش يكون يعني يخمم في صغار وعارف باش يكون شرب بلاد وقدام وثقافه وكل شيء هذه حاجه فهمتني ثاني حاجه على امور البنات وكل شيء اللي تعرف خير ما تعرفوش وساعات تكون كوزان كوزان هي حكايه زي موضوع حسب الموضوع معليش يا سليم بالنسبة لكونتاكت البنات الناس بتعرف على البنات موجودة بنات الحلال بارتو تقوليش عن البنات كلهم فساد وبنات كلهم بيهم عليهم وكلهم عليهم وكلهم فما عائلات وفما ناس من الحلال فما بنات وصول ما تريدش حتى عريانة وحفان فما تريدين فاهم من العشوبات تبنى تشوفها لابسة تسير ويعتقد مش بيه مش بالتعارف الحق راه وهي هذيك ولا تقعد معها في الدار لا نغزر لك يا منظرك ما عندك شبيه عاملة هكا وما عندك شبيه ما كاش في لاش ليه انت تحكي نازم تقول لك لاش رقصين انت واحد من الناس وانا ما وانا من الناس من اخوية نجم تقول انا الاخوان صلحها دي يدي كيف تصلحها يدي حزن مذوب وحسن مطلوب ما عليش ريت لي فيها شغالت انا عليش رد بالك راهو اللبس مش لبس ما عندها كيف تاخذ بيها حياتها انت وهي انا باش انت ترى في برشا مش بنحبش نحكي معها برشا بالضبط فهو برشا تكون مستورة برشا ما نحبش نقول ايش معناها مستورة برشا ما تلقى فلاحة على عجل وفما تلقى انا نعرف منها طيب يا معلم نعرف نعرف في كون نعرف من برا نعرف في كون شفت عمري كامل نعرف يعني في باه باه سويد توبا لازم تكون تلبس لبس يعني تراها انت باه هاو سويد الراجل يحكم الراجل يحكم على البرا ولا البرا يحكم على الراجل كيفاش عندك المرا الراجل يحكم على المرا ولا المرا يحكم على الراجل شكون يتحكم يعني في الدار؟ الرجال يقومون على النساء هذه حاجه اذا كان القيد يكون يعني باش يتبعد يعني المهام نتاعو غالبا الناس الكل توا العكس شو فيه؟ سدي بو على كل واحد وشخصيته هذا في المية العكس شوف برا كيد ديش تصدقني وليت ترى على حكيت شكون شكون معناتها يقضي الراجل ولا المرأة؟ زوز يحكيو خير ماهوش راه واحد شنو هو؟ ماهوش سيناريو باش هو يحكي وهي تسكت ولا يقضي 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 فيش ساعة يقضي في قضية دلتا فما زيد امراه تاخذي والراجل يمشي يخدم عنده وقت ما يقضيو ماهوش لا اغلبيه شكون الراجل ولا المراه يقضيو شنو يقضي في اللحظه يقضي في الدار ولا تنظيف الدار لا يقضي يشي ماكله يشي حاجه كان الراجل ما تحذر ما يحبش مرته تخرج واحد يقضي هو كان هو عادي بعد تقضي من عطار حكايه خفيف نورمال ثم قضيه كبيره يقضيهم مع بعضهم فما قاضي تمشي هي تمشي العطار تفهم في الحومه ما تبعتش برشا وكل قاضي الكبير انا هاي في الزمان شي مره زيد واحده ما صفقش زيد شوف كيف كي ساعه دقه واحده بعيد والمرا تعرف كل شيء هذه الحكايه اكيد كل الاول فهمت العرس ولا كيف 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 لي نجم يقضي مو فاهمه كل شيء يعني مو فاهمه تبدا تقول بالكفر بيت الصغار في القضيه في التنظيف في كل شيء ايوه ما نسمعوا الناس ورشي اللي هما يحكوا الناس ما يكتبوش تبدا الامور متوفره والله عاش حتى راح عليها هي بالنسبه لي اذا كان انا متفضل عندي بروجي ولا عندي حاجه اذا كان هي تحب ترتاح ترتاح كان انا مثال حزار في زور كمان وعندي مش عاملها مشروع تعمل في الدار نخدلها كون تعمل حاجه فيه
تتعامل بالانترنت هو نسبة تتلاقى علاش دي جور ماديات تتلاقى مرة تخدم اذا مرة دارت في ديها الفلوس وعملت الفلوس راهي باش تولي تشربك فيك بالكف عندها الفلوس اخا تقول لك تبدا تاخذ في مليون ولا في جنيه سامحني برمي تبدا تاخذ في 500 ولا 600 وهي تبدا تدور عليك عندها برشا فلوس تقول لك بر نمشي بكرهبتي ودرست فهمت فيش مشكله غاديه سالي شكون انت منو كيفاش عرفتها انت تحلل عليها واحد يجي تقول في الكاف ودي مش كيما مرة كيما مرة في الكاف تربيت من الأول ودي برضه إيه معروفة أوتوماتيك مو المرة تتربى مرتين عند بو عند رجل هذه حاجة هذه حاجة خذها قاعدة مزعمة المرة راهي تربى مرتين ما فيش شو سنس هذه سيئة الدنيا واحد يجي تقول كل واحد كيفاش يشوف أنا شوف حسب ما شفت وسمعت إيه سمعت وأنت بتعمل إيه برس الرياض مارس والله ما عرفت كريت عنده متر يعني انا ما هوش ما فوت في كف هذا بيك ما تسالوش جنب هذاك شوف واحد محط بكاء اما اللي ما هوش بالرسم تخدم المراه ولا عندها شهرين حتى زوز بليه اذا كانها بنت اصل اقسم بالله تلبس يعني لبسه هون فما لبسه محتشمه بتبيع فهمت حسب تجربتي انا يعني انا نحكي حسب تجربتي انا انا عرفت مش متضايق اللي عامل فرارة واللي لبسه لبسه يعني عادية اللي لبسه مكتاش ولا كذا تنجم تلقى حاجة بيها في هذيك تنجم تلقى حاجة بيها في هذيك خاطر مهوش لبسه لبس ابكي على الأصل المعدن فهمتني المعدن والدنيا كلها مفاهمة المرأة والرجل شطار إذا كان ريزوز مفاهمين راه درك على واحد مش درك يعني راه كلهم درك على واحد نهار اللي أنا نهز سيرش ونهار هي تقول له تهز تشيل فهمتني لكن كتفهم الناس أما بالنسبة لي أنا الشباب الكل نتصور ما نجمش عاصر. إيه شو تحب تنصح الشباب؟ 30 في النساء وفي الرجال ما نجمش عاصر. شو تحب تنصح شو تحب تنصح الشباب؟ شباب نصحهم يصبروا كيفي أنا.